ما يصلح أخواننا. كل واحد يخطئ يعيد المسألة ما الإشكال، تعال ثلاثة أربعة مرات. الآن يا شيخ هذا إذا حل لك المسألة من استفاد؟ هو، أنت ما استفدت شيء. والله كنت إلى أرجع إلى الشيخ أحيانا عشر مرات أحل المسألة خطأ وأرجع إليه حتى تعلم كيف أحلها صح، فهمت الشيخ؟ أما أنك ترجع لزميلك حله وخلاص، إذا هو أصبح فرضي وأنت أصبحت إيش؟ ها، عامي. إيش معنى عامي؟ عامي يعني من العمى، يعني أعمى ما يشوف شيء، يعني يسوق إنسان محل ما يبغى. لا لا لا، ما يصلح هذا الكلام، ابتعد عنه. كل واحد يحل بنفسه، معاك مذكرة حل، اخطف المذكرة ارجع مرة ثانية. يا اخواننا قلنا اعطي كل صاحب فرض فرضه، للذكر مثل حظ الأنثيين. يا اخواننا ثلاثة أبناء كبكم 6 ريال، وبنت ريال، ما تعرف تعطي مصروف، سهل جدا. ثلاثة بنات ابن وابن ابن، من كم؟ من 5. ثلاثة بنات ابن ب3 ريال، وابن ابن، شيخ صالح معطي الابن 9 ريال، ريالين اعطيه بس تكفي ريالين، ليش تعطيه 9؟ صحيح. فهذا الخطأ الآن أنا عندكم، والله أرجع إلى دفتري ما أراجع الصواب، أراجع الأخطاء اللي أخطأت فيها، مفهوم؟ فلا تظن أنك أنت أول واحد، وما أنت بأول سائر غره قمره، كلنا نخطئ إخواننا. أنا دفتري مليان أخطاء، لكن أتعلم، أخطئ أعدل، أنا أعدل لنفسي. إذا أحد يريد يدرس تعال أهلا وسهلا، أعطيه تصريح وخليه يجي يدرس، ما أحد يدرس أحد هنا، أنا اللي أدرس فقط، مفهوم الشيخ؟ راقبهم بالله يا شيخ بشير. خطأ يا أخواننا، والله خطأ في التعليم هذا. الفرائض تحتاج إلى أنك تخطئ وتعرف في ماذا أخطأت حتى لا تكرر الخطأ. تعاون، يقول لي إيش تعاون هذا؟ هذا تعاون على الإثم والعدوان، والله أعوذ بالله. طيب ماذا أخذنا؟ إيش أخذنا يا أستاذ؟ الله مولانا، أخذنا بنت الإبن. طيب قلنا بنت الإبن متى تأخذ النصف؟ عدم المعصب، من يعصبها؟ ابن ابن. جاتكم مسألة، أعطينا مسألة من المسائل اللي أخطأت فيها، إيش المسائل؟ قول يا علي. بنت ابن، بنت ابن وثلاثة أبناء، هل بنت الابن هنا تأخذ النصف؟ لا. هل هذا يعصبها؟ لا، صفر. قلنا إما أن تأخذ فرض أو تعصيب، وغير هذا صفر ولا تبالي. بعضكم حتى الفرض أعطاها صفر ولا يبالي، لا، أنت أول شيء انظر لها، لها فرض اعطيها فرض، لا تأخذ فرض اعطيها تعصيب. إذا المرحلة الأولى فرض، المرحلة الثانية تعصيب، المرحلة الثالثة صفر. إذا هنا صفر. مسألة فيها 3 أبناء من 3، الذي كتب لي 6 ما في مشكلة صح، لكن تطويل، مفهوم؟ يلا غير علي. ها، بنت ابن ابن وابن ابن، انتبه معي، بنت الابن قال تأخذ النصف عند عدم المعصب، يوجد معصب ابن ابن ابن؟ لا. يوجد بنت ابن ابن أخرى؟ لا. يوجد من هو أعلى منها؟ نعم، صفر. مسألة من 1، مفهوم أخواننا؟ تمام. غير علي. نعم، بنت ابن وابن، ماذا تأخذ؟ صفر وغيره. بس هذا، ها يا صالح، 3 بنات ابن وابن ابن، يقول 3
بنات ابن وابن ابن. اسمحوا لي اخواننا على الخط معليش، ثلاث بنات ابن وابن ابن مصروف. يلا يا شيخ اعطيهم ثلاث بنات كم ريال مع ابن ابن؟ معصب هذا. ثلاثة ريال وريالين، المجموع خمسة ريال. والله صالح مشكلة عندك دفع المصروف. للذكر مثل حظ الأنثيين. أي فيهم؟ هذه شوف يقول، شوف اسمع معي، بنت ابن ابن كم درجة؟ وابن ابن كم درجة؟ درجتين. إذن هذا أقرب للميت، هذه بعيدة. فهمت الشيخ؟ نعم. غيره، هاي الشيخ يقول الشيخ ابن المعتقة هل هذا ابن؟ لا، ابن 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 معتقة الميت. فهم الشيخ؟ المعتق قلنا انك انسان يأتي الى عبد ويعتقه، هذا المعتق. بحثنا عنه ما وجدنا، وجدنا ابنه، هذا ابن المعتق. طيب المهم اعطيه تعصيب الباقي. طيب ها الشيخ يلا قول. ها ايش؟ طيب هذا وانت مغمض تحلها. بنت ابن نصف، عدم المعصب، عدم الماثل، عدم الابن، عدم البنت، نصف. عم شقيق ماذا يصنع لها العم الشقيق؟ ولا شيء. غيره، شباب لا أحد يساعد أحد، لا أحد يدرس أحد، باقي. نعم. طيب سنأخذ الآن من؟ الأخت الشقيقة. متى تأخذ الأخت الشقيقة النصف؟ اتركها نواف الكتاب. عدم دائما عندنا في أصحاب النصف غير الزوج، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم من تقدم. بنت البنت متى تأخذ النصف؟ عدم المعصب، عدم المماثل. اترك الكتاب. بنت الابن متى تأخذ النصف؟ عدم المعصب، عدم المماثل، عدم من تقدم. الابن البنت الآن من؟ أخت الشقيقة. تأخذ الأخت الشقيقة النصف، عدم المعصب، اترك الكتاب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. كم شرط؟ أربع شروط. عدم المعصب، من يعصب الأخت الشقيقة؟ الأخ الشقيق فأكثر. وعدم المماثل، من يماثل أخت الشقيقة؟ أخت شقيقة أخرى فأكثر. وعدم الفرع الوارث، أخذنا الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن. وعدم الأصل الوارث، خليك معي يا الشيخ، الأصل الوارث من الذكور، الأصل الوارث من الذكور الأب والجد. ليتك توقف شوية، أوقف، لا لا أوقف أوقف. ماذا قلت؟ الأخت من؟ الأخت الشقيقة ترث النصف بأربع شروط: عدم معصب أخ شقيق، وعدم ماثل أخت شقيقة أخرى فأكثر، وعدم الفرع الوارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن، وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب أو الجد. تمام؟ مثال: أخت شقيقة، أخت شين يعني شقيقة، تمام؟ وأخ لأب. انتبه معي يا أخي، قال عدم المعصب، في أخ شقيق؟ لا. في أخت شقيقة أخرى؟ لا. في فرع وارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن؟ لا. في أصل وارث أب أو جد؟ ها؟ ايش تأخذ؟ نصف. والباقي مسألة من أخت شقيقة أخ شقيق. لا أحد يتكلم. ايش تأخذ الشيخ؟ مصروف يقول ريال ريالين، هذا ريال وهذا ريالين، المجموع ثلاثة ريالات. تمام؟ مفهوم؟ طيب الآن اكتب أمثلة إلى ما شاء الله. شوف انتبه معي، انتبه يا أخي. أخت شقيقة ابن، ماذا تأخذ؟ صفر. أخت شقيقة وابن ابن،
صفر، أخت شقيقة ابن 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 صفر، أخت شقيقة وأب صفر، أخت شقيقة وجد، مفهوم يا أخي؟ مفهوم؟ إذا أول شيء تبحث لها عن ماذا؟ عن الفرض. أخذت الفرض الحمد لله، إذا لم تأخذ الفرض تبحث لها عن معصب. غير هذا إذا اختل الشرط تأخذ صفر. مفهوم؟ يلا حل التمارين.